بقى ليه يا مزارع كوتشينه؟ بتلعب كوتشينه؟ لا مع جدتي الله يرحمها. استاذ باسل الحيني. باسل الحيني يلا يا باسل تفضل. في سؤال؟ تفضل يا حاج. طيب انتوا عندكم تعاقدات وتعاقدات كتيره وسمعتكم هي اللي ماشيه في السوق، ومن غيرها طبعا الموضوع بتاعكم ممكن ينهار تماما. حصل انه انت صحيت الصبح لقيت رومر كده منتشره على السوشيال ميديا وبين الفلاحين اللي بتتعاقد معاهم انه الاب او تابر اللي انت اديته لهم ده ديفولت، يعني في خلل عميق بيخلي التصفير اللي حصل اللي انت قلت عليه ده يحصل حتى لو كان الموضوع مش مظبوط، وابتدى ينتشر كلام على فرود وازاي انه الشباب دول بيسرقوا الفلاحين وعرق الفلاحين، وفوجئتوا انه الرومر كما هي معروفه في مصر هنا بتنتشر بسرعه جدا. تعملوا ايه؟ اول حاجه هنعملها نتحمل المسؤوليه. احنا مش بنصنع اب، احنا شريك الفلاح، فالشريك في الحلوه المر قبل الحلو، فهيحصل مشاكل، في ناس هتزعل، بس في الاخر هل صافي الخدمه اللي احنا بنقدمها للشركات والفلاحين اجماليها ايجابي على شغلهم اليومي، وبنسهل لهم حياتهم وبنجيب لهم فرص بيعيه اكتر وخدمات اكتر، الاجمالي كده هيستحملونا وهيسامحونا وهيكملوا معانا وهيشجعونا. طب حسين انت برضو يعني مش بتجاوب على السؤال زي ما انا عايز. هو انت ابتديت صح، انا اجاني السؤال مش هيستحملوكم وهتتعافوا، لا انتوا هتعملوا ايه؟ احنا بنحاول نقيم قدرتكم انتوا على الليدرشيب وعلى رد الفعل، فانت اول حاجه قلتها هنعترف بالخطا او هنعترف ان في فولت فعلا في الابلكيشن، وبعدين يعني انتوا هتعملوا ايه؟ هيتبعت لهم على الاس ام اس، احنا عندنا كونتاكت سنتر بيبعت رسائل بصفه اسبوعيه للفلاحين، هيتبعت صوره من كشف الحساب واعتذار، وحتى ممكن توصل لجواب يروح للفلاح في طبعه بكشف حسابه، زي ما جماعه في ثاندر بيبعتوا العقد يتمضي فيزيكال، احنا ما زال السيستم الورقي المحاسبي شغال زي اي شركه. الابلكيشن هي مجرد وسيله انتشار، السيستم مش مبني على الابلكيشن. عايز اقول ان المزارعين اللي هيبقوا شغالين معانا بقالهم حبه، وهنستخدم المزارعين دول في ان هم نطلب منهم ان نعمل انتي كامبين ضد الكامبين اللي طلعت علينا دي، ان احنا يطلعوا يقولوا للناس ان هم ما شافوش مننا اللي حصل ده، يعني ما فيش حاجه حصلت قبل كده، فده ان هو يطلع من المزارعين دي هتبقى اقوى حاجه هتقدر توصل للمزارعين التانيين باسرع صوره. صح صح تمام تمام أوكي. شكرا مزارع، اتفضل. يلا اتفضلوا.